أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق جهوزية الوزارة للقيام بالانتخابات النيابية في موعدها مشددا على أن الأولوية حاليا هي انتخاب رئيس للجمهورية لضمان استقرار النظام وأمن اللبنانيين المشنوق ترأس وفدا ضم مدير عام قوى الأمن الداخلي لواء إبراهيم بصبوص والمحافظين والمدراء العامين وعددا من كبار الضباط والموظفين في وزارة الداخلية وأعضاء غرفة العمليات المركزية وقد شكر رئيس الحكومه تمام سلام على دعمه لعمل وزاره الداخليه خلال فتره الانتخابات البلديه والاختياريه. اكدنا انه على جهوزيه الوزاره للقيام بالانتخابات النيابيه بموعدها بكل اجهزتها الامنيه وبكل اجهزتها الاداريه. والاهم انه دوله الرئيس وانا والحاضرين نوهنا ايضا بدور الجيش اللبناني وقياده الجيش. الى جانب قوى الامن بحفظ بحفظ الاستقرار خلال عمليه الانتخاب بمراحل الاربعه بس بطبيعه الحال كلنا كنا متفقين انه اذا كان في شيء له اولويه الان ولازم ينعمل باسرع وقت ممكن لضمان استقرار النظام ولضمان امن اللبنانيين والاستمرار الحد الاقصى الحد الادنى بصراحه من الامن اللي عم نعيشه وسط الحرائق اللي حولنا هو انتخاب رئيس جمهوري وكان المشنوق قد كرم في الوزارة فريق العمل العسكري والأمني والإداري الذي شارك في الإعداد والإشراف على مختلف مراحل الانتخابات الأخيرة وقد أكد أن الانتخابات أثبتت الحيادية المسؤولة لوزارة الداخلية وأن الوزارة هي لكل اللبنانيين باعتراف الجميع